اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد هذا الفاصل هنتكلم اكتر هنا على الشاشه، هيكون معايا طبعا في نتكلم شويه مع كريم سعيد. ده الشكل العام كريم اللي بيلعب بيه نادي الدحيل القطري. اذا 4-2-3-1 ده الشكل اللي احنا هنشوفه في الملعب، واعتقد اهم واحد محتاجين ان احنا فعلا نتكلم عليه هو ادواردو اللاعب اللي لسه بنتكلم عليه، اللي انتقل كاعاره من بالميرس للدحيل ب 7 مليون يورو في الموسم الواحد، وده اعتقد اهم حاجه لينا الفيديوهات بتاعته. لما نشوف ادواردو او دودو، ادواردو لو دودو لو ممكن نشغل بالظبط لو ممكن نشغل هنجيب الاول بالظبط كده. اتفضل المعلومات اللي عنه، بنتكلم على لعيب بلاي ميكر، لعيب عنده نشوف ابرز هداف في الفريق 10 اهداف في الدوري، صناعه الاهداف برضو 8، وبالتالي ده كابتن اسلام بيعرفك ان اللعيب هداف بالدرجه الاولى وبلاي ميكر وبيصنع اهداف لزمايله بشكل كبير جدا. له يعني لو صوب 54 تصويبه على المرمى 29 منهم اون تارجت، 29 منهم ما بين الثلاث خشبات، وكمان بنتكلم على نسبه عاليه قوي قوي من التمريرات الصحيحه وهي 81%، وكمان الدريبلينج عنده او المراوغات عاليه جدا، بنتكلم 68 مراوغه في متوسط مباريات. ده تخيل ان كل ماتش ممكن يعمل له 4 أو 5 مراوغات، وده لازم الساده المشاهدين يعرفوا ان رقم كبير في عالم كرة القدم. لو ممكن نروح بقى ونشغل فيديوهات او الكليب بتاع دودو ونشوف شكله في الملعب ازاي بيتحرك، ازاي بيسرق المدافعين على الخط، ولعيب ما تنتظرش منه ان ياخد الكره على الجناح ويلعب لك كره عرضيه تقليديه، لا لعيب بيعرف ازاي يرقص ياخد ركلات جزاء، ولعيب بيعرف يسدد الار تو. اذا الفرق ما بين اللاعب العادي في المركز ده اللاعب التقليدي واللاعب اللي يوديك ان انت تجيب جون اعتقد هيبان جدا في دودو. اكيد طبعا يا كابتن، عمرك ما هتدفع 7 مليون يورو اعرف لاعب عشان ياخد الكوره على الجناح ويرسل لك الكره العرضيه. فطبعا احنا محتاجين بس نشوف الفيديوهات، الفيديوهات هي اللي هتبين لنا شكل اللعيب بشكل اكبر. ايوه، وبالتالي نقدر نحكم على حالا هو ده اول فيديو معانا، ونشوف دودو ازاي بيستلم الكره دايما على الجناح. ربما للوهله الاولى المشاهد يقول لك اوكي الراجل هيروح هنا وعنده 2 سترايكرز هم جوه البوكس فيلعب كره عرضيه، لكن الراجل على طول بيشوط الى الزاويه البعيده، وده بيعرفنا ان احنا قدام لاعب على ممكن بس لو نرجع ثانيه ماشي يا جماعه ايوه بص ازاي يا كابتن بيسرق المدافع وبيرجع بظهره ليه؟ عشان ما يخليش نفسه الشكل بتاعه معمي، لازم يبقى شايف الملعب بشكل جيد وبيسرق كمان المدافعين بشكل جيد. استلم الكوره على الخط شبيه كده لنيمار، لعيب على طول بيخترق لعمق الملعب وما بيلعبش كرات عرضيه تقليديه على طول. اذا احنا لازم اللي هيلعب في المكان ده هنا يبقى واخد باله، سواء بيكام سواء محمد هاني اي حد هيلعب في المكان مش الباك رايت لوحده هنا الشكل اللي قدام ده يا كابتن بيعرف. خلي بالك انا بقول لك حاجه، الباك رايت هو هنا اللي دايما بيبقى ملزم، الباك رايت هنا اللي بيبقى ملزم خصوصا مع الحالات اللي شبه دي. يعني دي بص هو خد الكره لغايه فين او هو وسع لنفسه لغايه بره خالص، وبالتالي انا كباك رايت لازم يعني هنا طبعا في اخطاء كتيره جدا صح للفريق الاخر. بس يعني كابتن خلينا برضو ناخد يعني ايه فلاش باك لماتش كان عامل لنا احنا مشكله، ماتش سان داونز اتغلبنا فيه 5-0 لو نفتكر. ربما محمد هاني شال مسؤوليه كبيره جدا ساعتها، ولاسارتي قام بتغييره بعد 22 دقيقه، لكن اللي يبص على المباراه يلاقي كان ساعتها رمضان صبحي هو الجناح اللي قدامه ما كانش بيرجع يدافع. انا معاك 100%. انا مش بقول، لكن انا دايما في الحته دي في الحاجات دي تحديدا المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده ان الباك رايت انا ما سيبش طبعا لا حاجه اسمها كده اهم حاجه ان انت ما تسيبوش بالظبط يا كابتن، دي نقطه مهمه، ما تسيبوش يستلم الكوره باريحيه ويبقى عنده السبيس. يعني احنا مثلا في فجوه كبيره ما بين دودو وما بين الباك رايت بتاع الفريق المنافس، وبالتالي دودو كان عنده مساحه انه يرقص ويفكر ويخش يركن الكوره زي ما هو عايز. الفيديو الثاني اللي بعديها ونشوف برضو كوره اخرى لدودو، واحد من اللعيبه البارزين في فريق دحيله، وممكن ناخد اللقطه اللي بعديها. تاني هنشوف اللعبه بتتحضر ودودو على طول باخد المساحه اللي ورا الرايت باك ومنطلق. هل برضه تاني الراجل هيفكر ان هو يروح للطرف او يعمل ستريتش للملعب ويرمي كره عرضيه؟ لا طبعا، ده لعيب
عالمي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. خد الكوره بسرعه، دريبلينج فظيع، قدره استحواذ على الكوره فظيع، وقدر يخش لقلب الملعب ويسدد الكوره ويجيب الهدف. نشوف الكوره مره ثانيه عشان نشوف تحركات اللاعب ازاي بيسرق يا كابتن الرايت مع انا دايما هقول لك العكس. نعم. مع ان طبعا ده تمركز خاطئ جدا من الباك رايت والستوبر الاثنين طبعا علما دي كانت حاجه مرتده، مع انها هجمه مرتده ما كانش بيدنج مرتده دايما في الهجمه المرتده. نعم. لازم لو كان عندك واحد او واحد مهاجم لازم يبقى عندك اثنين مدافعين، اكيد اكيد طبعا، عشان أكيد تبقى طبعًا. دي القاعده اللي احنا حاطينها يعني، او احنا عارفينها بالظبط بنعيدها يعني. بنشوف تاني ازاي دودو بياخد المساحه. أيوه. على ورا الفول باك وبيقدر يخش لقلب الملعب. بس هي دي الدخله بقى، بص اللعبه دي هي التصويت يا كابتن، تصويت نفس الستايل. يعني بتتكلم دقه متقنه جدا جدا من لاعب بيقدر ان هو يسدد على المرمى بشكل جيد. نشوف برده اللي بعد كده، اللي بعديها لدودو، لو ممكن ناخد اللي بعديها تاني. شوف هنا بص يا كابتن بقى الروعه، ازاي بيبعد نفسه عن المدافع عشان دايما يحط نفسه فيس تو فيس للمرمى، ازاي النهارده خلي نفسي وجها لوجه بالمدافع وبالتالي بيديني مساحه ان انا اراوغ زي ما انا عايز. تاني بص بيستلم الكوره بشكل جيد جدا. ايوه. وبيقدر ان هو يخلي نفسه ماشي بشكل جيد قدام المدافع ويواجه المرمى بوشه وبالتالي يقدر يسدد الكوره. لو رجعت لي شويه لورا، ارجع معلش بعد اذنكم لورا شويه، هتلاقي اهو بص. ايوه كمل بقى كمل. طبعا بص الاستلام هنا ازاي يا كريم. طبعا الاستلام مش بشماله. نعم. الاستلام بيمينه قدامه، بص خدها ازاي بالظبط. نفس الاستلام بتاعتك في الماتش الاسماعيلي 6-0 لما عملت الجون الاولاني لمحمد بركات بالظبط، كان نفس الشكل ده تقريبا. كابتن بوش رجلي ما لا دي حاجات بقى لا دي حاجات بقى كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. فطبعا دودو واحد من ابرز اللعيبه اللي بيقدروا يعملوا الكرات. لا بص التحرك كمان والترقيص لجوه، او دايما بياخد الكره لجوه يعني، دايما الناس اللي واقفه معانا ده نوقفه ازاي بقى محمد هاني او بيكا بنقدر اكيد، بس محتاجه تاني رقابه مزدوجه. اعتقد الرقابه المان تو مان على لاعب زي ده نوقفه ازاي؟ ما هي دي النقطه. انا عايز اسالك ده نوقفه ازاي؟ انا في وجهه نظري لازم يكون في دايما رقابه مزدوجه، يعني لازم يكون في اثنين رايحين عليه. لاعب زي ده بالامكانيات دي في موقف واحد على واحد اكيد هيبقى عنده افضل، يعني احنا برضه بنتكلم في الكوره بالظبط زي ما انت تسيب الكوره لواحد بيعرف يسدد الكوره على المرمى. تمام. لو انت اعتمدت ان هو هيغلط، لا الناس دي نسبة الخطأ عندها قليل جدا، وطالما عندهم مساحة وطالما مفيش ضغط عليهم، مفيش حد عامل له قلق في مسألة المراوغة، أكيد هتبقى الأفضلية له في المراوغة. احنا كده خلصنا دودو. بالظبط.